الصلاة وأتموا التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لعل بقية، يعني بقيت من تفسير الآيتين السابقتين في الدرس الماضي، أدركنا الوقت ولم يتوفر لنا الوقوف عندها. ما يتعلق باللعن، الباري عز وجل ذكر لعن الكافرين في آيتين. نعم، الآية الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المكان الثاني في الآية التي بعدها، وهي: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعرفنا معنى اللعن، قلنا اللعن هو الطرد الكلي من رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا يعني علماء التفسير عند هذه المناسبة يتساءل: هل يجوز لنا نحن بدورنا أن نلعن الكافرين كما لعنهم الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الذي اتفق عليه جمهور العلماء أن لعنة الموجهة إلى جنس الكافرين مشروع، يعني بدون تعيين أشخاص معينين. أن يلعن الإنسان جنس الكافرين، أي الجاحدين بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن يفرد الإنسان شخصا أو جماعة معينة باللعن ولو كانوا كافرين. نعم، لماذا؟ ما الفرق؟ لأنك عندما توجه اللعنة إلى شخص معين وهو فيما تعلم كافر، أنت عندما تلعنه حكمت بأنه كافر وسيبقى كافرا وسيموت كافرا، ولذلك حكمت عليه باللعن أو دعيت عليه باللعن. فهل أنت موقن أنه سيظل كافرا جاحدا؟ لا، أنت لا تستطيع أن تعلم ذلك. ما أكثر الجاحدين المستكبرين الكافرين الذين آمنوا وتابوا بعد كفران، كثيرون هم الذين كانوا كافرين وتابوا. فأنت لا تعلم هل هذا سيموت على كفره أم سيؤمن وسيصطلح مع الله عز وجل.
من هنا لا يجوز أن يفرد الإنسان شخصا معينا أو أشخاص لكن معينين باللعن. ولا أعلم في هذا خلافا إلا رجلا من علماء المالكية وهو أبو بكر بن العربي، هو الذي نعم فيما أعلم انفرد بأنه قال يجوز أن يوجه الإنسان اللعنة إلى كافر بشخصه، لكن طبعا الحق مع الجمهور، يعني الجمهور رأي سديد، ولا داعي إلى أن يعني نجنح إلى رأي شاذ. رأي الفرد رأي شاذ ولو كنا نقدر أبا بكر بن العربي. نعم، البعض استشهدوا، يعني ربما استشهد أبو بكر بن العربي بالحديث التالي. معلوم أن رجلا من الصحابة كان مدمنا على الخمرة، فكان كلما شرب يؤتى به ويقام عليه الحد، وتكرر ذلك منه. فآخر مرة سمع النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الصحابة بعدما أقيم عليه الحد يلعنه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهما إنه يحب الله ورسوله. نعم، وهو يعني يشرب الخمرة. نعم، فأين تكمن حجة يعني أبي بكر بن العربي؟ قال المفهوم المخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لو لم يكن يحب الله ورسوله إذن يجوز أن نلعنه، هذه حجة. طيب، لكن نحن نقول وأن لنا، كيف لنا أن نعلم أن فلانا لا يحب الله ورسوله؟ المحبة مكانها القلب. يعني لو وجدت إنسانا موغلا في المعاصي وفاسق ومرتكب للمحرمات، هل أستطيع أن أستظهر من وضعه هذا أنه لا يحب الله ورسوله؟ لا لا لا, لا يمكن. نحن لو عرفنا أن هذا لا يحب الله ورسوله ثم عرفنا أنه سيموت على هذه الحالة أكيد يجوز، لكن لست تعلم أن هذا الإنسان الآن لا يحب الله ورسوله، وإن علمت ذلك لا تعلم أنه سيموت على هذه الحالة. والإمام الغزالي رحمه الله في الأحياء يقول طيب، يعني بدلا من اللعن تستطيع أن تدعو له بالهداية. نعم، والشيطان يقول أسوأ ما في الأحياء الشيطان، ومع ذلك فقد علمنا الله أن نستعيذ به لا أن نلعنه، وإن كان رب العالمين لعنه لكننا نستعيذ لأن الله علمنا ذلك. فكونه علمنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، والشيطان أسوأ الكافرين وأسوأ المتكبرين، دل ذلك على أنه يعني اللعن أيا كان الشخص الذي تريد أن تلعنه، جماعة فرد، لا هذا الأفضل، يعني الأفضل. لا نتكلم عن الجواز وعدم الجواز. والحديث هذا صحيح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنكر على من سب شارب الخمر وقال إنه يحب الله ورسوله، حديث صحيح، ودل ذلك على أن ارتكاب المعاصي ليس دليلا على أن العاصي لا يحب الله ولا يحب رسوله، لأن العاصي ربما كان سبب معصيته تغلب أهوائه عليه، وليس سبب معصيته يعني والعياذ بالله كراهية النبي عليه الصلاة والسلام أو كراهية رب العالمين أو إلى آخره. نعم، وهذا يرد على من يقول الحب
لا يمكن أن يتحقق إلا بالاتباع الكامل. نعم صحيح الحب من دلائل الاتباع، لكن مو معنى ذلك أن المحب لازم يصير معصوم. لا، هذا التصور غلط. ما في واحد معصوم إلا الرسل والأنبياء. نعم، وما أكثر العصاة الذين كانوا يعبرون أثناء المعصية بحبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وذكرت لكم يعني أبيات هي منقولة عن يعني لابن واس، وابن واس معروف يعني فيما ذكره علماء الأدب من ترجمته. مع ذلك ماذا يقول؟ أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. إذن هذا الإنسان يعني صحيح كان عاصي، لكن انظر ماذا يقول. نعم، فهذا شيء يجعلنا يعني لا نمد ألسنتنا بقالة السوء، لا في حق العصاة ولا في حق غير العصاة. لا تعلم كيف يتعامل، كيف يعامل رب العالمين عباده يوم القيامة. لكن الكافرين، بالنسبة للكافرين الذين ماتوا على كفرهم، يجوز، لا شك في هذا. نعم. طيب، الآن الآية التي وقفنا عندها هي قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الكلام كله رد على المشركين، رد على الذين لا ينكرون وجود الله عز وجل ولكن يعتقدون أن لله شركاء. نعم، هكذا كانت الجزيرة العربية عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالباري عز وجل في خطابه في هذه الآيات وغيرها اجتث بقايا الشرك من رؤوس هؤلاء الناس، حتى يعني صفيت الجزيرة العربية من الشرك. ونحن نعني بالشرك هذا الذي يعنيه بيان الله عز وجل، لا نعني الشرك الأصغر، الرياء وما إلى ذلك. نحن كلاتنا يعني معرضين للرياء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. لا، نحن نعني بالشرك، هذا الشرك الكبير الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل. فيقول لنا ربنا: إلهكم إله واحد. الإله هو الذات التي تستحق العبادة، يعني الذات التي تستحق العبادة والعبودية واحد، ألا وهو الله عز وجل. نعم، الذي ذكر هنا وصفه الرحمن الرحيم. نعم، فليس لكم إذن ما يستأهل أن تعبدوه، لأنكم لن تجدوا من يستأهل أن تعبدوه إلا واحد. من هو الذي يستأهل أن نعبده؟ الذي خلقنا والذي سنرحل إليه، يعني الذي أوجدنا والذي سيميتنا والذي يرزقنا من السماء والأرض والذي يمدنا بالقوة عندما نتحرك ويمدنا بالقدرة عندما نتكلم، وهو الذي يمدنا بالفكر والوعي وكل حركاتنا وسكناتنا، نعم، بالاعتماد عليه. طيب، هذا هو الذي يستاهل أن نعبده، في غيره؟ ما في غيره. هذا معنى قوله: وإلهكم إله واحد. ثم أكد ذلك فقال: لا إله إلا هو، لا يوجد في الكون كله إله غيره. إله معبود بالحق، أما إله معبود مزيب فيه. فهنالك من يعبد الشمس، هنالك من يعبد الأبقار، هنالك من يعبد الأصنام، هنالك من يعبدون الأشخاص ك
كما تعلمون. والباري جل جلاله نعى على هؤلاء الذين وضعوا عقولهم تحت أقدامهم، ثم أله البقرة وأله الشمس أو أله النجوم أو أله الأفلاك أو أله بعض الحيوانات الطوطم، أله أشخاص، أله ملائكة. وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قبل أن نفسر الرحمن الرحيم، طيب نتساءل، ربنا عز وجل له صفات كثيرة، له صفات كثيرة كما تعلمون، أسماؤه الحسنى كلها صفات. طيب لماذا ذكر هنا هاتين الصفتين دون بقية الصفات؟ يعني له صفات كثيرة، يعني من صفاته أنه الخالق، البارئ، المصور، المنتقم. نعم، له أسماء وصفات كثيرة. نعم، لم يذكر بهذا الصدد إلا صفتي الرحمن الرحيم. سبب والحكم في ذلك أن الله عز وجل يشعرنا بكل مناسبة من هذا القبيل أن رحمته قد تغلبت على عقابه وعلى انتقامه. نعم، موصوف بهذه الصفات كلها، لكن رحمته هي المتغلبة على بقية الصفات. يتجلى لك هذا من البسملة التي اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة أم هي فاتحة يفتتح بها البيان الإلهي السورة. لكن على كل، الفاتحة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما بسم الله المنتقم، ما بسم الله الجبار، ما طيب كذلك عندما نبدأ فنخاطب ربنا عز وجل بالصلاة الحمد لله رأسا الرحمن الرحيم وهكذا، فهذا كله في مثل هذه المواقف رسائل آتية من عند الله تبشرنا بأن رحمته جل جلاله قد تغلبت على انتقامه. نعم، لا شك في هذا ولا رب، لكن ينبغي أن نقدر هذا فنتعامل مع الله على هذا الأساس. نعم، نتعامل مع الله على، كيف يعني نتعامل مع الله على هذا الأساس؟ أنا أعلم نفسي معرض للأخطاء والمعاصي والآثام أشكالا وألوانا، بعرف حالي وكل واحد منا يعرف حاله. فعندما أجد بهذه المناسبات وأنا أقرأ كلامه أجد هذه الرسالة كأنه يقول لي أنت صحيح تخطئ وتتعرض للعاصي، لكن رحمتي تغلبت على نقمتي، ولسوف أعدك بأن رحمتي ستتغمد معاصيك. لما بعرف هذا الشيء كيف أتعامل معه؟ إذا جيت قلت يا الله ما دام هيك راح أخذ حظي وارتكب ما شئت من المعاصي، هذا عبارة عن مكر والله لا ينكر به، انقلبت الحكاية. لكن إذا قادني هذا إلى يعني تعظيم الله وقادني إلى محبة الله عز وجل، بعرف حالي لك شو عم ساوي وقديش عم بعصي كل يوم، لما عند عشية بعد لقي اليوم اغتبت فلان، حكيت عن فلان، إلى يا ترى بيسامحني يا ترى ما بيسامحني، إيه نعم عيني شافت كذا، إذني سمعت، وبعدين بلاقي إنه الباري عز وجل يصفه بالرحمة، ومو بس بالرحمة، يذكرني بصفته الأولى الرحمن وصفته الأخرى الرحيمة التي سنتحدث عنها. شو بيصير معي إذا لم أكن لئيما، إذا لم أكن عبد سوء؟ أولا يفيض فؤادي بحبه وتعظيمه، ثانيا أشعر بالخجل منه عز وجل،
أنا أبارزه بالمعاصي هو عم يبشرني بالمغفرة، لك شلون هيك؟ نعم. ففي هذه الحالة أكون قد تعاملت مع صفاته هذه، ومن ثم بالنهاية جيدة. ربي عز وجل فعلا سيغفر وسيصفح، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. نعم. إذن هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع صفتيه الرحمن الرحيم عندما يبادئنا بهما. نعم. وكأنه ينسينا بهذه المناسبة الصفات الأخرى، ينسيك حتى يعني تعكف على المعاصي تقول يا الله لا، هذا لؤم، هذا أكيد لؤم، لا يعامل الله بهذا الشكل. لكن هذا يدعوك إلى أن تحبه، إلى أن تعظمه، وإلى أن تخجل منه، وإلى أن تبذل ما تملك كي تتسامى عن المعاصي. صحيح هو بيرحمك، لكن أنت كما بالمقابل شو لازم تساوي؟ بالمقابل قدر الاستطاعة يعني تتجنب المعاصي، وإن وقعت نعم تتوب وتؤوب وتعتقد أن الله عز وجل قد قبل توبتك إلى آخر ما هنالك. طيب، الرحمن الرحيم، هذه الكلمة طبعا مشتقة من الرحمة وليست جامدا. رحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، تعني كثرة الرحمة، والرحيم أيضا صيغة مبالغة، لكن دلالة الرحمن على رحمة الباري أكثر من دلالة الرحيم. شيء ثاني، كلمة الرحمن اسم خاص بالله، فلا يطلق، لا تطلق كلمة الرحمن على زيد، على علي، فلان إلى آخره. وإن كان مسيلم الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامي، سمى نفسه، لكن كلمة رحمن اليمامي نسيت، واللي شاعت عنه شو؟ كذاب اليمامي، مسيلم الكذاب. نعم، فعلا التاريخ نعم لم يعرف مسيلمة إلا بوصف الكذاب، مسيلمة الكذاب ومسيلمة الكذاب، لكن هو سمى حاله رحمن اليمامي. كلمة الرحمن لا تطلق إلا على الله، بينما الرحيم تطلق على غير الله، مو هيك؟ الباري عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة الرحيم تطلق على غير الله عز وجل، أما الرحمن فلا تطلق إلا على الله عز وجل. نعم. ثم إن كلمة الرحيم خاص بالمؤمنين، ولذلك الباري سبحانه وتعالى كثيرا ما نعم يبين لنا أن رحمته خاصة بالمؤمنين فقط. نعم نعم. بينما الرحمن عام للمؤمنين ولغير المؤمنين. العلماء قالوا يا ترى كلمة الرحمن يعني مأخوذة من الرحمة، ولا هي كلمة أعجمية معربة مدري إيش؟ لا، علماء العربيين كلهم أو جلهم قالوا هي مشتقة من الرحم أو من الرحمة، ولا أدل على ذلك من الحديث القدسي الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل يقول أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. الرحم يعني علاقة القرابة، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نعم، هذا حديث يرويه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن كلمة الرحمة، كلمة الرحمن، كلمة الرحيم مشتقة من مادة الرحمة أو الرحم. نعم، وهذا كلام رسول الله نقلا عن ربه في هذا الحديث القدسي، والحديث
من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أهمية صلة الرحم، وأن قطع الرحم من الكبائر، مماصباس من الكبائر. ما الرحم؟ كل قرابتك، كل من يعني يتصلون بك، إما بعمود النسب يعني أصولك أو فروعك أو حواشيك أو أصهارك أنسبائك، كل هذول داخلين في الأرحام. نعم، سمعت بعض ناس يقولون لا، الرحم هو بس عبارة عن عمود النسب، يعني الأصول الإنسان أبوه جده وجد جده وأمه وسته وأولاده وبس، أما الحواشي أما الأصهار فلا. لا. راجعنا فوجدنا أن كلمة الرحم تعني القرابة، أقاربك أيا كانوا، نعم، أنسباؤك أيا كانوا هم من الرحم، فينطبق عليه الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عرفنا معنى كلمة الرحمن وعرفنا كلمة الرحيم. نعم، الباري سبحانه وتعالى بعد ذلك وصف ذاته كأنه يعني أراد أن يضعنا أمام الدليل على أن إلهنا إله واحد وهو الله الرحمن الرحيم. كان قائلا يقول ما الدليل؟ هو بيعرف في آلهة ثانية، ما الدليل على أن إلهنا هو الله؟ الدليل الآية الثانية، الباري عز وجل ذكرنا بهذه المكونات وتنظيمها وخلقها والحكمة التي في توجد في إبداعها، ينبهنا إلى ذلك. طيب انظروا من هو الذي أبدع هذه المكونات؟ هو إلهكم. شوفوا بقى من هو، شوفوا من هو، بصير البقرة تكون هي، بصير تكون الشمس، بصير تكون القمر مثل ما افترض سيدنا إبراهيم. نعم، بصير تكون افترضها سيدنا إبراهيم، ما قال ما اعتقد ذلك. نعم، بصير تكون ملك من الملائكة مخلوق يعني، بصير تكون نبي من الأنبياء، معاذ الله. هذه الصفات التي سنقرأها لا يمكن أن تنطبق إلا على واحد وهو الله عز وجل. هذه الآية التي شرحناها التي تلوناها وسنشرحها الآن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، لدلائل، لدلائل على ماذا؟ على أن إلهنا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لكن لقوم يعقلون. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها يعني لاكها بفمه ولم يلتفت إليها، يعني قرأها بفمه لكن عقله محجوب عن هذا الذي قرأه. ويل، والحديث روي بعدة رواية، قد تكون رواية ضعيفة لكن المعنى صحيح، يعني هذا الكلام يخاطبنا الله به لكي نعقل لكي نتنبه. فإذا واحد يرى هذه الآية وعم ينغم فيها وعم يلتفت للتجويد لنفرض، وعم يلتفت للنغمة واللحن وما إلى ذلك وهو تائه عن المعنى، أعوذ بالله، والله جريمي هاي، الله عز وجل عم يخاطبني عم يلتفت لكي تعلم أن الدليل على وحدانية الإله المعبود بالحق موجود قدامك، التفت إلى هذا الدليل تعلم أنه لا يوجد في الكون أحد يستأهل الخضوع
والعبادة والعبودية إلا واحد، وهو هذا الإله. نعم، إن في خلق السماوات والأرض، أصل الخلق السماوات، هذه الأجرام العلوية بما فيها من أفلاك، نعم، سيارة وثابتة، نعم، وبما فيها من أبراج وبما فيها من نظام، شيء بلغنا علمه وأشياء كثيرة لم يبلغنا علمها. هذا هو المراد بالسماوات. كلمة السماوات إذن لا تعني فقط السبعة، تعني كل الأجرام العلوية بما فيها المجرات وإلى آخر ما هنالك. إن في خلق السماوات والأرض، الأرض هذه الأرض التي نحن عليها، وهذا الكوكب إنجاز التعبير الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليه. هنا أميول سماوات محشوة بالآيات بالدلائل على خالقية الله وألوهيته، والأرض كذلك. نعم، لو أردنا أن نفتح ملف الحديث عن الأرض وما فيها من عبر وآيات في ظاهرها وباطنها ومعادنها وذخرها وطبيعتها وما إلى ذلك، لا أخذ منا الكلام منحا طويلا جدا جدا. إن في خلق السماوات والأرض، بعدين واختلاف الليل والنهار. ماذا تعني كلمة الاختلاف؟ الاختلاف تعني يعني الخلف، يعني مثل قوله عز وجل، نعم، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شو، خلفة يعني يخلف كل منهما الآخر بتوال مضطرد. هي معناته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي والحال التي يخلف فيها الليل النهار والنهار الليل بشكل دائب مستمر، هذا معنى نعم واختلاف. هذا مذكور أيضا في قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مذكور في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، نفس المعنى. طيب، فعم يعدد الباري الدلائل العظيمة التي يعني تبهر البصائر والتي تنطق بأن الإله واحد، لأن هو اللي فعل ذلك. واختلاف الليل والنهار، يعني انظروا كيف يخلف الليل النهار والنهار الليل، بكيف بتنسيق مضطرد، تعاقب ما بينهما مستمر دائم لا انفصال بينهما. ثم إن الله عز وجل يجعل كل من الليل والنهار في حياة الإنسان خادما لك مسخرا لك، فإذا اقتضت المصلحة أن يطول النهار ويقصر الليل فعل في الصيف، المصلحة هكذا تقتضي. هل لو بالصيف النهار قصير والليل طويل لما ذقت من فاكهة الصيف وثمراته شيئا. نعم، والأمر بالعكس بالنسبة للشتاء، جعل الله عز وجل ليل الشتاء طويلا ونهاره قصيرا، ولو كان الأمر بالعكس لفسدت مصالح العباد. وكيف تتنقل الشمس من برج إلى برج من أجل إطالة النهار، نعم، في الصيف ومن أجل تقصيره في الشتاء، وتلاحظون هذا. والفلك وقوانينه من أبهر الدلائل على حكمة رب العالمين وخالقيته، وكله لمصلحة مين؟ لمصلحة الإنسان. نعم، هذا معنى واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك وعدول كمان الفلك فيها. نعم، هلا القوانين الطفو على وجه البحار مين وضعها؟ القوانين الفيزيائية لهذه الظاهرة
نحن بنقول ندرسها كقوانين، هي شغلة طبيعية، لكن اسأل من قننها، في مين وضع هذه القوانين، وضعها لماذا؟ من أجل هذا الذي يقولك، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فالحقيقة الذي يحمل الفلك هو الله بقوانينه التي وضعها، لذلك يقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هو الحامل. فلا يخدعنك المظهر، نعم مظهر الفلك، نعم والمحجوب عن الله عز وجل بقوانين الله. شيء غريب أن الواحد ينحجب عن الله بإيش؟ بقوانين الله نفسه، لك هو اللي وضع هذه القوانين، فأنت تدرس القوانين وتنسى المقنن، شيء غريب هذا. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو وضع هذا، ولو شاء لما وضع، ما مستحيل. نعم، الفلك أيا كان وأيا كان نظامه بالوضعية القديمة المتطورة اليوم، وهذا كله قائم على هذا الذي يقوله الله عز وجل لنا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. يعني سخر الله أيضا الفلك وقوانين الطفو، قوانين الفيزياء للمصلحة الإنسان. وما أنزل الله من السماء من ماء، أيضا وما، ما أداة موصول، يعني الكم الذي أنزله الله عز وجل من السماء، السماء سماء هنا، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، يعني من جهة العلو. نعم نعم، المزن، الباري عز وجل قال في آيات أخرى المزن. أرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن شو هو؟ سحاب. إذن المراد بالسماء جهة العلو، وجهة العلو المراد بها هنا المزن. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي جعل بين الماء وبين التربة تفاعلا إيجابيا بحيث تخضر الأرض وتنبت لك كل ما تحتاج إليه من أطعمة وإلى آخر ما هنالك. نعم، وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به إيش يعني به؟ يعني الباري عز وجل جعل لدى التربة قابلية للتفاعل مع الماء، والدليل أنه في أنواع من التربة قد ما نزلت فيها مياه تنسفح هذه المياه ولا تفعل شيئا. هلا لماذا التربة الجيرية ما بتفيد؟ واحد بيقول إيه طيب ليش الله سبحانه وتعالى ما خلق كلها تطينية؟ مشان تعرف أنه هذه التربة هو الذي وضع فيها قابلية الإنبات، والدليل على ذلك أن أقساما من الأرض لم يجعلها الله عز وجل فيها قابلية للإنبات. فاعلم كيف لو كان كل التربة في الأرض كانت جيرية، ما في شيء بيخضر نهائيا. نعم، إذن هذا هو معنى كلامي، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتي، أحيا بهذا الماء. واحد بيقول من اللي بيتفلسفوا ها أصبح لكان الله وسط الماء مشان لحتى ينبت لنا به بهذا الماء الزرع والثمار وما إلى ذلك، فالله استعان بالماء، لو ما الماء ما كان ندير. أعوذ بالله، ليش مين بقى خلق الماء ومين وضع فيه هذه القابلية؟ لكن الباري ربط هذا بهذا، فالباء تعبير عن الربط، شايفين تعبير عن الربط لا أكثر. نعم، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بها الأرض بث فيها، نشر فيها من كل دابة، كل أنواع الدواب صغيرها وكبيرها وحشراتها كلياتها، يعني كل ما يدب على، ونحن كمان منها، ونحن من دواب الأرض، لكان باللغة هيك. نعم، وبث فيها من كل دابة، وجعل الباري عز وجل لكل هذه الدواب من الأرض رزقا، لكل رزقه الذي يتناسب معه،
فجعل لك يا ابن آدم الرزق الذي يتناسب مع كينونتك، جعل للأنعام رزقها الذي يتناسب مع كينونتها، جعل للدواب الأخرى أيضا أرزاقها التي يتناسب مع كينونتها، جعل في هذه النباتات الأدوية الكثيرة المختلفة. لو أنك وعيت بأن الله عز وجل فيها، داود الأنطاكي له تذكرة إلى الآن، أوروبا عالية على تذكرته، يتحدث فيها عن الأدوية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أنواع النباتات المختلفة. واضح كيف؟ وما بث فيها من دابة، وتصريف الرياح والسحاب، تصريف الرياح كيف يصرفها؟ الرياح التي تأتي من الشرق التي تسمى الصبا، الرياح التي تأتي من الغرب، التي تأتي من الشمال، التي تأتي من الجنوب، لكل ميقات ما يناسبه. نعم، وتصريف الرياح. ثم هذه الرياح أنواع، منها ما أودع الله فيه أسرار الحياة، ومنها ما أودع الله فيه النقيض. رب ريح تأتي ما بتحس فيها، وإذا بهذه الريح نعم أتلفت كل ما تمر عليه من الزروع، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهيك الباري بيقول نعم، فطاف عليها طائف. طائف شو هو؟ ما رح تعرفه. شو بدي أقول لك عنه؟ ريح. بس هات لشوف عرف شو هو الريح. يفعل الله عز وجل، طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نعم، والرياح المسخر بين السماء والأرض. نعم، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. سحاب، انظر إليه، الرياح ماذا تصنع؟ في بعض الأحيان تجمع السحاب، في بعض الأحيان تفرق السحاب، في بعض الأحيان تصرف جزء من السحاب إلى هنا وتصرف جزء منه إلى هناك. فالرياح هي العصي التي تقود السحب. نعم، بإذن الباري عز وجل. وكم رأينا الأرصاد تقول نعم منخفض جوي هائل سيأتي يوم كذا إلى الشام إلى دمشق وفي يحمل أمطار وما إلى ذلك وصعوب. بيجي اليوم الموعود نطلع إلى الصحب، فعلا عم تيجي الصحب من المغرب وهي نعم كثيفة وسوداء، ما إن تصل فوق الشام حتى تتفرق الرياح. شو عم تسوي فيها؟ بعزقها شي هون شي لهون شي لهون شي لهون، هي ما بتدخل بفك بي يعني تقدير الأرصاد. هذا هو كلام الله عز وجل. والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يوقنون. فعلا صدق رسول الله، ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أو لاكها بفمه ولم يعتبر بها. اللهم اجعلنا ممن يعتبرون بكلامك، اجعلنا ممن يرونك ببصيرتهم، وإن لم نرك إلى الآن بأبصارنا سنراك إن شاء الله في العقبة. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد حبيبك خير الأنام. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على تفسير كلامك يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. دبر الله أمورنا كلها بلطف فإنا لا نحسن التدبير. دبر الله أمورنا كلها بلطف فإنا لا نحسن التدبير. يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى، أنت تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام،
نسألك اللهم أن تكرم كل شاب يحتاج إلى زواج بزوج صالح، ونسألك اللهم أن تكرم كل أسرة بحاجة إلى منزل بمنزل فاره يا رب العالمين. وأوزعنا وأوزعهم جميعا شكر نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعين عنايتك، اجعلها بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كاملة ما أحييتنا يا رب العالمين. اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اطرد يا رب العالمين محبة الأغيار من قلوبنا، اطردها من قلوبنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.